سأضع لكم أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع تضغط على My Account، ثم تضغط على Register a New Membership. بعد ذلك سأشرح لكم الآن طريقة التسجيل، فهي بسيطة جدا. تضع هنا اليوزر نيم الخاص بك، اليوزر نيم سأضع أي شيء إلى يوم، ثم هنا نضع الإيميل، هذا هو الإيميل، ثم هنا نضع الباسورد، سأضع الباسورد هنا، ثم نعيد كتابة الباسورد، ثم نضغط على سبماين. إذن اليوزر نيم مستعمل سأقوم بتغييره. إذن كما تشاهدون your account has been created. إذن بعد التسجيل في الموقع نقوم بالدخول إليه من جديد هكذا، ثم الباسورد، ثم نضغط على سين. بعد الدخول إلى الموقع كما تشاهدون هذه هي واجهة الموقع، سأقوم بشرح جميع الأشياء. أول شيء سأشرح لكم كيفية اختصار الروابط، تضغط هنا على نيو شورتن لايك، ثم تضع هنا الرابط الذي تريد اختصاره، بعد ذلك تضغط على شورتن، وهنا ادفانسد اوبشن سأشرح لكم بعض الأشياء. فهنا ادفيرتيزن تيب بالنسبة لي كيف تريد إظهار الموقع أثناء الدخول إلى الرابط، مثلا أن يعطيك هنا انترستيتيال، سيعطيك هنا سكيب اد او تجاوز الاعلانات كما يفعل ادفلي. تمام، بالنسبه لي بانر فيعطيك في الوسط هنا كود الكابتشا ويعطيك اللينك مباشره، ثم هنا نو ادفير لا يعطيك اي اعلان ولا اي شيء، فقط بعد الدخول الى الرابط مختصر يعمل ريفريش ويعطيك الموقع الذي تريده. فانا انصح ببانر او انترستيتيال لانه يدفع مقابلها. بعد وضع البانر او انترستيتيال تضغط على الشورت لينك وتقوم بنسخ الرابط. الان نتوجه الى ستاتيستيك، فبالنسبه لي ستاتيستيك كما تشاهدون هنا ساشرح لكم هذه الاشياء. بالنسبه لي توتال ويدرو هنا بعد الوصول الى الحد الادنى للسحب وهو $3 بالنسبه لهذا الموقع، بعد الوصول الى $3 تقوم بسحبها وبالتالي ستظهر هنا. هنا توتال فيو عدد الزيارات للروابط، وهنا توتال ايرنين الارباح التي تقوم بربحها من الروابط المختصره، وهنا افيرج سي بي ام. ثم نتوجه الان الى مانج لينك، هنا اول لينك، هنا تقوم باداره جميع اللينكات، بعد الضغط عليها ستجد هنا جميع الروابط التي قمت باختصارها. ويدراو هنا في ويدراو بعد الوصول الى الحد الادنى الذي هو $3 كما تشاهدون، تقوم بالضغط على ويدراو لسحبها، تضغط على ويدراو ثم اوكي، مباشرة سيتم سحبها إلى البنك الذي قمت بربطه مع الموقع، وسأريكم كيفية ربط، سأريكم الآن كيفية ربط البنك بهذا الموقع. ثم تولز هنا ستجد جميع، هنا ستجد الشفرات التي يمكن أن تضعها، الشفرات التي ستضعها على موقعك، وشفرة الإعلانات وستربح عن طريقها كما تشاهدون، هذه هي الشفرات. هنا في الريفيرالز ستجد هنا الرابط المختصر الخاص بك، او رابط الريفير الذي ستعطيه الى اصدقائك للتسجيل عن طريقك، وستربح عن طريق هذا، عن طريق تسجيل الاصدقاء من هذا الرابط. ثم السيتين، وهنا ساريكم كيفيه ربط الموقع مع البنك. واول شيء يجب عليك هنا وضع المعلومات، ويجب ان تكون حقيقيه، هنا الفيرست نيم الاسم الاول الخاص بك، ثم هنا اسم العائله، وهنا الادريس، والمعلومات يجب أن تكون صحيحة، هنا المدينة، وهنا الجهة التي تنتمي إليها، ثم الزيب كود، زيب كود، ثم هنا الدولة، تقوم باختيار الدولة التي تقطنها، ثم هنا رقم الهاتف الخاص بك، وهنا هنا withdrawal method، هنا ستقوم باختيار البنك الذي ستقوم بتحويل الأموال إليه، سواء PayPal أو بيزا أو كومباز. فمثلا إذا اخترت PayPal أو بيزا أو غير ذلك، سأختار مثلا PayPal. هنا سأقوم بوضع، هنا تقوم بوضع الايميل الخاص بالبيبال الخاص بك، ايميل البيبال الذي الايميل البيبال الخاص بك، ثم تضغط على سبمايت، وبالتالي سيتم تحويل الاموال مباشره الى البيبال الخاص بك.
إذا كان هذا هو كل شيء بالنسبة لهذا الموقع. الآن سأذهب إلى لنرى عدد أو السعر الذي يدفع مقابل الموقع مقابل كل 1000 زيارة. فهنا بالنسبة لأنتر أنتر سيتي الأدفيرتيزن، هنا بالنسبة للإعلانات التي تعطيك سكيب أد، وهنا بانر أدفيرتيزن، هنا الإعلانات التي تعطيك في الوسط كود الكابتشا لتجاوزها. إذا بالنسبة لهذا الإعلانات التي تعطي اسكيب اد كاد فلي مثلا، سنتوجه الآن لنرى كل السعر الذي يدفع الموقع مقابل كل 1000 زيارة. فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حوالي $20 لكل 1000 زيارة، وهو رقم جيد جدا. بالنسبة لي يونايتد كينغدوم أو المملكة المتحدة بريطانيا $15، والسويد $15، إيران $14. بالنسبة للدول العربية فمثلا عمان كما تشاهدون $5، السعودية أيضا $5، قطر $5. بالنسبة للدول العربية الإفريقية كما تشاهدون هنا إيجيبت أو مصر $3.50، العراق أو تونيزيا تونس $3.20، الجزائر ثلاثة أو عفوا الجزائر $2.70، ثم المغرب $2.60. فمثلا لو كان أضفلي، سأتحدث لكم شخصيا عن المغرب، أضفلي مثلا كل 1000 زيارة سيعطيك فقط 0.30 أو 37 أو 38. أما هذا الموقع فيعطيك $2.60، وهي أرباح جيدة جدا مقارنة بموقع أضفلي وأويو وغيرها من مواقع الاختصار. إذا كما شاهدت كما تشاهدون هنا بالنسبة لإثبات الدفع، بعيدا بعد تحويل الأموال أو سحب أموال تظهر هنا في توتال ويثدرو كما قلت لكم من قبل. كما تشاهدون استطيع هنا كومبليت، والميثود هنا البيبال، قمنا بتحويلها بيبال. وهنا أيضا إثبات الدفع كما تشاهدون، هذه وثيقة إثبات الدفع كما تشاهدون، هذه الأموال التي تم تحويلها $3.94، تم تحويلها إلى بنك البيبال كما تشاهدون.